العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محيي الزوار يا أبو علي، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك يتبسم. قلب اليمين على الشمال، وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم. وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. ما كر ذو بأس له متقدما، إلا وفر ورأسه المتقدم. بطل تورث من أبيه شجاعة، فيها ألوف بل الضلالة ترغم. قسما بصارمه الصقيل، وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه. والله يقضي ما يشاء ويحكم. حسمت يديه المرهفات، وإنه اي والله وحسامه من حده الأحسام. فغدا يهم بأن يصوم، فلم يطيق. الله كالليث إذ أظفاره تتقلام. فهوى بجنب العلقم، وليته للشاربين به يدا العلقام. ومشى مصرعه الحسين، وطرفه يا الله بين الخيام، وبينه يتقسام. فأكب منحنيا عليه، ودمعه يا الله صبغ البسيط، كأنما فلم ير موضعا، ومصيبتا لم يدمه عض السلاح فيلثم. إلى
نادى وقد ملأ البواد صيحته يا الله صم الصخور لها ولها تتألم أو خيما ليحمي بنات محمد إن صرنا يا ابن من لا يرحم أو خي يبنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزى وأنت منعم. قال أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه لأخي عقيل: اختر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي غلاما ينصر ولدي الحسين بطف كربلاء. المرأة إذا كانت صالحة تبني مجتمع صالح، وإذا كانت امرأة فاسدة تخرب المجتمع وتفسد المجتمع. واضح؟ المرأة شو يقول الشاعر؟ الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم وايد لها دور، ومن حق الولد على الوالد، هذا من أحد الحقوق، من حق الولد على الوالد أن يختار له أما صالحة قبل الولادة. قبل الولادة يعني أنت الأب اختيارك لدور كذلك في صلاح الولد وبناء الولد اختيارك. إذا أسأت الاختيار حطمت نفسك وحطمت أسرتك وحطمت الولد. الاختيار وايد مهم، لازم تعرف شنو تختار. والنساء ترى شتى. اجا واحد للامام الصادق سلام الله عليه يقول: كانت عندي امراه وماتت واريد اختار امراه. شوف الاستشاره مو بس في التجاره، عندك مشروع تجاري وعندك مستشارين اقتصاديين، لا حتى في الزواج لازم يصير عندك استشاره. والزواج اهم من التجاره في بعض القضايا لان امر مصيري. واضح لك؟ انت التجاره الله بيسوق لك الرزق، هو الرزاق ذو القوه المتين. واضح الامر؟ الله يجيب لك الرزق. اكو واحد جاء للامام الصادق سلام الله عليه قال له: يا ابن رسول الله علمني موعظه انتفع بها. قال له: يا هذا، إذا تكفل الله بالرزق فاهتمامك لماذا؟ الله متكفل بالرزق، لا تهتم، الله يسوق لك الرزق. بس المرأة هذه أنت لازم تختيارها اختيار، هذا أمر مصيري، لازم يكون عندك مستشارين في اختيار المرأة. لأن بعض الأوقات إذا اخترت امرأة مو عن دراية وعن علم وفهم، ترى المرأة الشيب ترى تحطم أعصابك دي. ولهذا شو يقول رسول الله صلى الله عليه واله؟ يقول: اللهم اني اعوذ بك من امرأة تشيبني قبل اوان المشيب. عمره 30 سنة الولد كله راسه شيب. ليش نور عيني؟ والله كله بهالنوع. انسانها طويل وتهين الواحد وما تستقبل عدل. يعني شالت لنا بفلاق شغلة، يعني مصيبة المرة دي. مرة واحدة جاء واحد للنبي صلى الله عليه وآله يعطي تقرير عن زوجته. قال لي: يا رسول الله عندي امرأة إذا جئت إلى البيت استقبلتني. الله، يعني من أجيها لنور عيني خلص شلجي شلونك مصالح حبيب قلبي شاي ماي ها ترحب بيك ها وإذا ذهبت ها شيعتني. يعني تطلع وياي لباب البيت في امان الله نور عيني يلا وياك هاي بوسه بعد شيعتني. واذا رأتني مهموما، اذا جيت البيت وانا مهموم قلق
لأن كل واحد يعني من برا جاي من البيت تعبان. المجتمع ده فيه أحمق وفيه كذاب وفيه فاسد وفيه بخيل، وانت في عركة ويا دول الأصناف، فتي البيت متعب مرهق. يقول: فإذا رأتني مهموما قالت: مما همك؟ شوف تشاركني في الهمام. إذا رأتني مهموما قالت: شنو فيما همك؟ خليك وياي، صلى على محمد وآل محمد. قالت: فيما همك؟ إذا همك في الرزق فقد تكفل الله بالرزق. واضح هذا الشيء، هم الرزق. اي اقول شعر بالفارسي حلو ذا، اقول: غم يروزي مخر بل هم نزل اوراق دفتر لا، كإيزاد قبل الصيف بر كنت بستان ما الله. وايد حلو يقول: غم روزي مخر، لا تشيل هم الرزق، روزي يعني الرزق، غم روزي مخر يعني لا تهتم لرزقك، بل هم نزل اوراق دفتر، اوراق هو عربي، دفتر هم عربي، يعني في الليل لا تنظف الدفتر ومن وين اجي وشلون بحصل وباشر عندي ضيوف ومن بي بالرزق وشلون احصل. غمير وزي مخر بل هم نزل اوراق دفتر كإيزد، يعني الله يسمون الله إيزدهم، كإيزد قبل الطفل بر كنت بستان ما دل. فالله قبل ان ياتي الطفل الى الوجود فسوف يملئ ثدي الامه باللبن. الله كإيزد الله، يعني قبل الطفل، قبل الطفل بر كنت يعني يملأ بستان ما درى، يعني ثدي الام. اي طفل ورزقه موجود، حليب حلو لطيف، والهدف من الرضاع مو بس ترى سقيه الحليب، لا اسقاؤك تغذيه عاطفيا، تغذيه معنويا. كثير من الصفات تنتقل للطفل عن طريق الرضاع. ترى عندنا في الروايه: لا تسترضع الحمقاء فان اللبن معدي. هذا احمق لان عن طريق الرضاع صار احمق، واذا صار احمق دمر العالم كله. هتلر مو احمق، هاي صدام مو احمق، هم دمر نفسه، هم دمر عائلته، هم دمر شعبه. شنو حصل؟ كل شيء ما حصل. هذا اللي مو عدل. فمولانا الجليل تقول له: عاد انت فيما همك؟ اذا همك في الرزق فقد تكفل الله بالرزق. شوف تعطيه طاقه معنويه. واذا كان همك في الاخره فزادك الله هما. هذا زين تفكر في الاخره واهوال يوم القيامه وفي الصراط وشلون الله ينجيك من الصراط، وتفكر في القبر ووحشه القبر وظلمه القبر. هذا زين التفكير، حتى هذا يخلق عندك وازع ديني، ما تظلم احد، ما تغتاب احد، ما تكذب على احد. لما تفكر في الاخره تنصلح انت. شو يقول في الدعاء؟ اللهم اصلح لي ديني، دعاء يوم الثلاثاء، اللهم اصلح لي ديني فانه عصمه امري، واصلح لي اخرتي فانها دار مقري، واليها بالمجاوره اللئام مفري، واجعل الحياه زياده لي في كل خير، والوفاه راحه لي من كل شر. فاذا تفكر في الاخره زادك الله هم. هذا زين تفكر في الاخره. شوف اهل البيت دائما يفكرون في الاخره. زين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومن بعد ما اطعموا هم يفكرون في الاخره، يعني همهم اخره، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا شنو نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا أخلصناهم بخالصة شنو ذكر الدار. فإذا واحد يفكر في الآخرة بعد مية ذنب تقل معاصيه، يقول ورايا آخرة، ورايا حساب. يقول عندي هالشكل مرة: إذا جئت استقبلتني، اسمع الحكي، وإذا ذهبت شيعتني، وإذا رأتني مهموما قالت فيما همك؟ إذا كان همك في الرزق فقد تكفل الله برزقك، وإذا كان همك في الآخرة زادك الله. شو مرة حلوة مرتبة، موتي البيت مثل البومة تطلع عليك كذي، شنو تقول؟ لا ابتسامة لا وجه، أصلا شو المرة هذه؟ وأول سؤال: ها وين الأغراض؟
وين اللي عطتك ليش من الصبح اشتري لنا باذنجان وقهوه باوتتين وسوالف؟ اول ما تسال عن الليست ماله يا اخي خلي الرجال يقعد يستريح عدله بعدين لا ابتسامه. هاي مشكله المره هذه والله. هاي الشيء بالواحد المره الرجال جاي تعبان استقبليه عدله ابتسامه يقول للنبي اسمع اسمع قال ابلغها مني السلام. هاي المره زوجته النبي سلم عليه ابلغها مني السلام وبشرها بالجنه الله وقل لها ان لك في كل يوم اجر 70 شهيدا وانت من عمال الله في ارضه وعامل الله لا يخيب ابدا. إذا عندك هالشكل مرة من تروح الشغل تشتغل بروحية حلوة ليش وراك ورا مرة طيبة من تستقبلك هالشكل وتودعك هالشكل تروح معنوياتك عالية من دفعك وضعنا والله تمتص كل همك وغمك. لكن إذا اخترت امرأة مو عندنا مشكلة أكثر أسباب الطلاق من أحد أسبابها سوء الاختيار. لما تختار واحدة على قولتنا شهبرة الحديث سامع الحديث ذي ولا لا تزوجوا شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لفوتة سامع الحديث ولا سامع ولا أول مرة أول مرة صدق لا صدق أول مرة اسمع له سامع لا سامعين ما بقول لا لا أول مرة اسمعه لا صدق مو طن ما طن زيادة لا صدق أول مرة صلى على محمد ترى اللي قاعده النبي يقول لهم هذا الحديث لا تزوجوا شهبة الكل ما فهم قال لهم أولستم عربا أنتم عرب قالوا وين ما فهم المهم يقول لا إذا تزوجت واحدة من هذا النيل راح تتحطم يقول لا تزوجوا شهبرة بالشين ولا لهبرة ولا نهبرة ولا حيدرة ولا لفوتة قال رسول الله فسر لنا قال أما الشهبرة فالزرقاء البذيئة الزرقاء مثل ذيك هم مروان يقول له يا ابن الزرقاء يعني معروفة بالسوالف مو زين ترى يبتلون أخذ له واحدة فنانة وفكروا هذه شريفة وعفيفة ومن وراء الكواليس شو تسوي بس معجب بالشكل يعني لا لا الزرقاء البذيئة بذيئة لسانها طويل أكون نسوان السبع عجيب يسبون سب وشتم عجيب هاي من وين تعلمت السب؟ استغربت يعني الزرقاء البذيع يقول الشهبرة الزرقاء البذيع اللهبرة قال اللهبرة الطويلة الهزيلة وضعها يعني ما تتزوج واحدة عندك أن يكون فيها هي هذه طويلة وهزيلة ما تصلح لا عرفتونا اي هذه اللهبرة وأما النهبرة قال القصيرة الذميمة قصيرة وقحة مو جميلة وقال وأما الحيدرة قال العجوز المدبرة عجوز وأدبرت شهوتها نكاح العجائز مكروه ترى عندنا رواية ثلاثة يحطمن البدن ثلاثة يحطمن البدن يعني يكسرون واحد كسر شنو قال دخول الحمام على البطنة إذا تدخل حمام وانت مملوء طعام هذا صحيا مو زين والغشيان على الامتلاء هم الجماعة الامتلاء على امتلاء البطن هم مكروه ونكاح العجائز هذا هم مكروه قال واللفوتة شهبرة بيناها لهبرة نهبرة هيدرة قال واللفوت واللفوت منه وقول ذات الولد من غيرك إذا تتزوج واحدة وعندها ولد من شخص آخر هذا هم تحطم أعصابك ليش؟ ما تلتفت لك تلتفت للولد هذا الولد تتصل هام حسن
بعدين اتصل الولد في البلاعيم الحين. اسوي لك شيء اسمه احباط نفسي. مره ثانيه تتصل احب ودي المدرسه. تتصل مره ثالثه الحين قاعد ادرس. مو زواجه. انت متزوجه الولد ما متزوجه؟ زوج واضح لا. فبعض الاوقات الواحد يبتلي بهالاصناف من النساء يتورط. فالامام الصادق يقول لي هذا واحد شو اسمه؟ يقول لي شو اسمه؟ الحديث عن النبي يقول بشرها بالجنه زين وابلغها من السلام الى اخره. المرض تشيب الواحد اذا كان اختياره مو صحيح. تشيب الانسان. جاء واحد للامام الصادق قال له أنا إذا أتزوج شو تنصحني؟ أقول لك شعر لأنه طويل البحث يريد شوي أسولف على العباس. فقال لي إن النساء خلقن شتى فمنهن الغنيمة والغرام ومنهن الهلال إذا تجلى لصاحبه ومنهن الظلام فإن تظفر بصالحهن تسعد وإن تهبن فليس لك انتظار. إذا واحد حصل امرأة صالحة يحصل سعادة دنيا وآخر. أولاد يطلعون صالحين. قال لي اختر لي امرأة ولدتها الفحول من العرب. ليش الإمام علي راح لعقيل؟ قال لي اختر لي لأن ذاك متخصص في الأنساب. الإمام علي مو ما يدري، مو ما عنده علم، هو عنده علم الأولين والآخرين، هذول ولا وكل شيء أحصيناه في إمام المبين. بس هو كإمام لازم يتبع القواعد العامة، لازم يتعامل مع القانون الطبيعي، مو كل شيء يخضع لغير القانون الطبيعي، واضح ولا لا؟ إنما أنا بشر مثلكم، واضح ولا لا؟ فلازم يتعامل مع يعني الإمام علي يتمرض. ما يوم اليوم يتمرض كان في عين متمرض وجل رسول الله وعدل لا فيتمرض الانسان. ايوب يتمرض ربي مسني الضر وما يقدر بشكل عام يدعو الله عز وجل ولا يمس لا الم ولا مرض. فلازم يتعامل مع القانون الطبيعي في كل شيء. فهو يريد يتزوج واحنا ناس مستشارين. فقال لي اختل لي امرأة شنو؟ ولدتها الفحول من العرب. إذن عملية الاختيار حاول تستشير في أمور المرأة، تختار المرأة اختيار، لأن أنت هذه مو يوم يومين بتعيش يا عمر 70 سنة بتطول إياها. كل ما تكون المرأة أخلاقها طيبة زوجوا، وحتى أنت بعد المرأة لما تختار رجل كنت تختار بعد اختيار سليم، زوجوا ممن ترضون دينه وخلقه وذو يسار، يعني يكون حاله ميسور زين. على كل هذا بحث الزواج بحث طويل بس هالمقدار ده زين لا باس به. ان الانسان يحسن الاختيار. واكو يعني مواصفات في المراه خاصه بيها الواحد هم يركز عليها مثل صباحه الوجه. عندنا في الحديث يقول خير نساء امتي اقلهن مهرا واصبحهن وجها. الوجه الصبوح حمله دور. الإمام علي سلام الله عليه لما كان ينظر إلى الزهراء كان إذا نظر إليها يشد الوجه زالت عني الهموم والأحزان. اختار وجه جميل. عندنا في الرواية خير نسائكم من إذا نظرت إليها شنو سرتك. هذا أهم شيء مطلوب. قال لي اختر لي امرأة ولدتها الفحول من العرب. إذا أنت لازم تخضع عملية الاختيار أول لمستشارين ومتخصصين في القضية دي. مو إنه ولا أنت شفتها ولا عجبتني وخلاص لا. والله هذه حبيتها لا. كثير أنا أقولها ليك واسأل مجرب ولا تسأل طبيب. وعندنا إحصائيات وايد 70-80 من نسب الطلاق في بعضها راجعة إلى العلاقات العاطفية قبل الزواج. العلاقات العاطفية قبل الزواج علاقات غير سليمة وسلبية وتعمي وتصوم. كثير من العلاقات هذه ما تؤدي لنتائج طيبة حتى لو تؤدت لزواج بتنتهي لطلاق. ليش؟ لأن أنت لما تحب الحب يعميك. في كثير من القضايا لازم أنت تتأكد منها ما تتأكد منها. ليش؟ والله أنا أحب هذا شلون ما كان.
فالشباب لا يورط نفسه في علاقات عاطفية قبل الزواج. ليش؟ لأنه في كثير من الأمور أنت لازم تعرفه وتفهمه، لكن الحب يعمي ويصوم، بعدين تتندم. فقال: اختل لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب. ليش أكد على القضية دي؟ الفحولة من العرب. ليش النسب أكد عليه؟ هي المرأة إذا أخلاقها زينة زين، بس أكو الأنساب تتدخل. كثير من الصفات تنتقل للولد عن طريق الأنساب. لهذا قال: اختاروا لنطفكم فإن العرق شنو؟ دساس. العرق شنو؟ دساس. مثلا في الروايات ورد: إذا أراد أحدكم أن يتزوج فلينظر إلى الخال. ليش؟ في الحديث الخال أحد الضجيعين. يعني كثير من الصفات تنتقل للولد عن طريق خاله. واضح له مو؟ وهذا حقيقة ترى. حتى ترى شمر يصير للعباس، ينسب للعباس من جهة الخيلان، خيلان لأن فاطمة من حزام الكلابية وشمر كلابه. ولهذا ليلة العاشر جاء شمر قال: أين بنو أختنا؟ أين العباس وأخوته؟ واضح له لا؟ حتى الحسين قال لهم: أجيبوه وإن كان فاسقا. هاي لفتة جدا جميلة، يعني مو كل فاسق يقاطع. واضح له لا؟ أنت عيل جاي لمين؟ أنت قلت بتهدمين، غير تهدي هالفسق هذول؟ هذول مو عقل. أنا كرجل دين عالم دين مو لازم كله أقعد ويا الصالحين والمؤمنين، لا، لازم أزور هالفسقة واللي يلعبون كيرم وبتة على قولتنا البتة الورق، يعني سمي احنا بتة في البحرين. هذول اللي تروح لهم قاعد ايام سوى ايام حوار، هذول اللي في المخدرات واللي في السجون مر عليهم سوي لهم محاضرة، هذول لازم تهديهم. هذول مو عدل، مو كل فاسق يقاطع. اذا جاء المجلس فاسق احترمه، جاي مجلس الحسين هذا. والله اكو في ناس يعني يتقزز إذا جاء المجلس لجو الفاسق، لا خلي يجي فاسق لعله بكلمة يهتدي. صحيح. قال: أجيبوه. ترى الحسين كل كلماته حكمة، كل مواقفه حكمة. يعني أنت لما تتعرض للسيرة لا تتعرض للسيرة بشكل كلاسيكي وتمشي، لا لا، طلع منها عبر، طلع منها دروس. واضح لا واضح؟ فضروري الواحد يقعد. فقال: أجيبوه وإن كان شنو؟ فاسقا، فإنه من أخوالكم. أشار الحسين للقضية. أين بنو أختنا؟ شنو عندكم؟ شنو عندك؟ قال: أنا جبت لكم أمان من ابن زياد. أين بنو أختنا؟ فليكم أمان من ابن زياد. شنو قالوا لي؟ قالوا لي: لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله؟ لا أمانة له. هذا يعني ثقافة اللعن موجودة من ذاك اليوم، واللعن مو أسس من يوم عاشوراء. يعني هم كانوا عارفون من قبل في لعن ولعنوا. عدل مو عدل؟ لعنك الله ولعن أمانك. فكلامنا هني إن الخال أحد الضجيعين. واضح يا مو واضح؟ فلما قال: اختل لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب، عند هدف النسب ليدور. واضح يا مو واضح؟ الخال ليدور. كثير من الصفات الأخلاقية تنتقل للطفل عن طريق هاي الأنساب. حتى اللون، لون الشخص، لون كل جسمه من الأجداد. فالواحد زين يتأكد من صحة النسب. ولهذا عندنا في الرواية موجودة: إذا واحد يريد يتزوج ليختار امرأة طاهرة المولد، كريمة المولد، لا تكون بنت زنا والعياذ بالله، لا تكون بنت حيض. أنا أكون وياك صريح، ترى الروايات تأكد على هذا الشيء. لا تكون، لأنه في واحد يجامع زوجته أيام الحيض وتنعقد النطفة في أيام الحيض، ممكن. والله لا. فالكلام إذا جاءت عن هالطريق، طريق غير مشروع، مشكلة. مستحب إن واحد يختار امرأة كريمة الأصل، يعني جاي عن طريق مشروع. ولا يكون في أحد خوارها
أو كذا يعني عمل غير شريف مثلاً، واضح لنا يكون يعني من ذات أصل كريم. هذه مسألة جداً مهمة. اختر لي امرأة ولدتها الفحول من العرب، ومعروف أخوال أم البنين وجدات أم البنين من الشجعان، فهو العباس تورث الشجاعة من الطرفين من الأب والأم، واضح لنا. اختل لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب، شنو الهدف؟ قال لي تلد لي غلاما ينصر ولدي الحسين بطرفك. إذا الهدف من الزواج صار تحصيل الولد الصالح، صحيح مو صحيح؟ هي مو الزواج اللي عدة أهداف، منها أن الإنسان يحصل نفسه من الوقوع في الحرام، صحيح؟ يعني يعفف نفسه. ولهذا قالت الآية هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يعني المرأة دورها دور اللباس. اللباس يسوي يحفظ الإنسان من الحر والبرد ويحفظ العورتين، صحيح ولا؟ وكذلك اللباس زينة لك، فالمرأة تحفظ كذلك من الوقوع في الانحرافات الجنسية، وهي زينة لك. تلاحظ شلون زينة لك من جهة، يعني الحياة من دون امرأة حياة وحشة ورماد. تشوف العزوبة، العزوبة مكروهة، ولا دعنت في الحديث أكثر أهل النار العزاب، أراد الموتاكم العزاب، موجود أخوان. تلاحظ شلون مكروه الواحد يبات أعزب أصلا. وفي الحديث ركعتان يصليهما متزوج أفضل من 70 ركعة يصليها عزب. يعني الزواج يعطيك حتى الجانب العبادي قوي عندك ثوابت، صحيح؟ فأنت في حال كذلك مطمئنة مستقر نفسيا محصن نفسيا، أما لازم خطر. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فمن جهة المرأة هي تحفظ الرجل، وفي نفس الوقت هي وسيلة الإنتاج للأولاد الصالحين، صحيح ولا لا؟ وبوجود الولد كذلك تتقوى العلاقة الزوجية، يعني الأولاد لما يجون للوجود يقوون العلاقة بين الأب والأم، واضح ولا لا؟ بالأخير أنتم لازم تدعون لتربية هذا الولد، وهذا الولد هو هدفكم على وعلى تلك الأهداف. فتحصيل الولد الصالح هو الهدف من الزواج. زين بتقول لي شيخ نحن جينا بدولة الجماعة أهلنا ما يولدوا ويجعل من يشاء عقيمة، عندنا الآية زين يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، وشنو؟ ويجعل من يشاء عقيمة. جينا هاي طلعت عقيمة ولا ما طلعت لي، شو أسوي؟ وانت تقول شيخنا عن منبر الهدف من زواج اولاد صالحين، عدل ولا؟ والامام علي يقول اختل لي امراه من ولدتها الفحول من العراق لتلد لي غلاما، عدل له مو عدل؟ فاذا جينا وطلع عدي عقيم شو اسوي انا؟ لا سؤال وجيه له مو وجيه؟ اقول لك حلين، لك حلين. الحل الاول هو انت تزوج امرأة ثانية. سبحان الله، هذول لو النسوان يعرفون دي الحقيقة ان شاء الله ما غاروا، لان عندنا في الحديث غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل ايمان. انت من تزوج ثانية هي تغير، ليش تزوج وهذا غلط، وانا انت ما تزوج علي اخو الله اباح ذا الشيء، وانكحوا ما طاب لكم من النساء، تقول علي من الله انا تكفر، هذا معنى غيرة المرأة كفر. بس ما عندها علم بحكمة التشريع، لو عندها علم بحكمة التشريع ما اعتبر. لعل الذي أرضى عني هو خير لعلمه بعاقبة الأمور. أنت تتزوج ثانية سبحان الله الأولى تحمل. لا حقيقة؟ حقيقة موجودة دي. هي الحين ما عندها الفكرة دي. هي عقيم، بس إذا تزوجت الثانية بعدها بشهر سنة الأولى حملت. سبحان الله. واسأل مجرب ولا تسأل طبيب، عدل واحد اسأل. ترى عندنا الإمام علي شو يقول في التجارب؟ علم مستحدث، عدل ولا؟ المصادر المعرفة القرآن، السنة، المنبر. الحين قاعد أحكي معلومات تستفيد مني، تخالط علماء صالحين تستفيد منهم،
انت تمر بتجربة في الحياة تعلمك التجارب. عدل انا الحين كثير من مصادر المعلومات هي تجارب. الامام علي يقول في التجارب علم مستحدث. عدل انا اكو صارت تجربة الزوج فلان والاولى حملت والثانية ما حملت الثانية ومتزوج الثانية على اساس هي بولد. عدل انا لكن الله يرزق من يشاء بحيث غير حساب ويعطي الرزق من حيث لا تحتسب. انت مخطط لشيء والله مخطط شيء ثاني. عدل انا ولهذا في الحديث الله شو يقول في الحديث القدسي يقول عبدي تقديري يضحك من تدبيرك. والله انت مخطط لشغله والله يعطيك شيء شغله ثانيه. يعني انت مخطط تطلع ولد من الثانيه الله طلع لك من الاولى. هي الاولى لو تعرف ان الزواج الثاني لن يفعها تعترض عليه؟ ما تعترض عليه بس علم ماكو. عدل الاولى. ولهذا امير موسى رحمه الله عليه يقول العلم راس الخير كله والجهل راس الشر كله. عاد بيقولون الشيخ يشوق على الثاني. زين الله يشوق على الثاني وانكحوا ما طاب لكم من النساء شنو؟ مثنى. عدل الاولى. امير المؤمنين تعرف كم مره عنده؟ كم مره تزوج؟ ثمانيه. زين مات عن كم؟ أربعة. وكم عنده جارية؟ حلو جاوبك تمام. تزوج ثمانية مات عن أربعة يعني في ذمته أربع دايم و18 جارية في البيت عنده. يعني كم؟ 22 طاقة نسائية عنده وعنده 27 ولد. هم من الجوارة عنده ومن الدائم عنده. هم بتقول لي هذا قاعد فكوخ؟ هذا حكي فارغ ذي. يقول لك والله ما علي قاعد فكوخ. لا من قال لي قاعد فكوخ؟ اذا قاعد فكوخ شلون معيش دول عين؟ اربع نساء دايم و18 جاريه و27 ولد، كم صار ابو حسن؟ 14 و18 22 و27 49 نسمه عايشين فكوخ. هذا كلام سليم ده؟ ليش تصورون الامام علي يعني ما عنده وفقير؟ ليش هالحكي ده؟ لا عنده بخير، عنده البغيبغة وابي نيزر. البغيبغة دفع فيها معاوية ألف دينار للحسن، مليون دينار دفع ما باعها ليه. عنده فلوس خير الله وايد وعنده بيت محترم. شو هالحكي ده قاعد فكوه؟ يعني بعض الملالي وبعض الشيوخ يبون يصور صدق الامام علي زاهد، مو انه ما يملك الزهد، مو انه ما تملك الشيء واضح. فالزواج الثاني هو حل. خلي يسمعون دول اللي عندهم معاكم، اسال مجرب ولا تسال طبيب. الحل الثاني شنو؟ الحل الثاني هو التوسل باهل البيت سلام الله عليهم. واقع كثير من الحوائج قضيت ببركه التوسل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صحيح؟ هم أبواب الله عز وجل. واحد الإمام الرضا راح توسل وحصل أولاد. أنا شخصيا أنقل لك شخصيا في مشهد ألقي محاضرات الصبح للزوار في دار الرحمة، مو دار المرحمة. دار المرحمة في السرداب صحيح. أكو دار الرحمة فوق اللي يوزعون بطايف مال المضيف. الحين شو يسوون؟ يبون حملات هناك زوار يسوون لهم برامج تثقيف وبعدين يعطونهم بطاقات المضيف. انا احاضر هناك اليوم. عراقيين ما شاء الله من لبنان الخليج يجون هناك، انا احاضر لين جنين الصاحب. طال عمرك يا واحد عراقي سمع محاضراتي وكذا قال شيخنا انا اولاد ما عندي وصار لي 13 سنه فابيك تدعو لي. قلت له ان شاء الله ما يصير خاطرك الا طيب، انت عطنا رقمك. قال هذا رقم على الواتساب وكذا، اعطاني الرقم وكذا ماشي. قلت له ان شاء الله اتواصل وياك وبدعو لك ان شاء الله. وفعلا انا بعد زرت الامام الرضا وانا ادري مو الناس وايد من الناس الكل دعاء، فانا دعيت له بالاسم. يعني توسلت للامام قلت الهي وسيدي ومولاي بحق علي بن ابو صلى الله، هذا اعطى اولاد اعطى ذريه، وانت بعد لا تحكي الامام يعني يسوي روحك عبقري واديب تحكي لغه على لا احكي على رسلك هالشكل على رسلك يعني.
ويسمعك يعني أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي. سبحان الله بعد كذي شهر 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 ونص على الواتساب راسلني قالك شيخنا تكون زوجتي حامل. الله الله صل على محمد وآل محمد. قال زوجتي حامل سبحان الله. هذا الله سبحانه وتعالى بعض أوقات يعطيني. العباس باب الحوائج. العباس باب الحوائج ومجرب في قضية كثير من القضايا. هم أبواب الله عز وجل. يوم من الأيام واحد اسمه شيخ إبراهيم إجا زيارة العباس سلام الله عليه. هو هذا رجل دين يعني شيخ إبراهيم. أول ما زار زار العباس زين وبعدين زار الحسين سلام الله عليه. لأن ترى مستحب إذا تبي تزور الحسين أول شيء زور العباس بعدين الحسين. السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه المرجع المعروف كان إذا يبي يزور الحسين أول شيء يزور العباس بعدين يزور الحسين. قالوا ليش سيدنا؟ قال الآية تقول وقت البيوت من أبوابها والبوابة الحسين والعباس. إيه فطال أمرك كان هذا زائر العباس وتوسل بالعباس. كان يريد ثلاث حوائج: ما عنده بيت وما عنده زوجة وما راح الحج. يعني بفلوس للحج وللبيت وللزواج ثلاث أشياء عنده اسمه شيخ إبراهيم. موجودة القصة موثقة في بعض الكتب. فتوسل بالعباس صار له شهر كامل والحاجة غير مقضية. إجت امرأة هالشكل ذولا يسمونهم معدان ذولا بدويين يعني على غسلهم وجايبة وياها طفل صغير ومبتلى بالكزاز مرض الكزاز أعاذنا الله وإياكم. والطفل هالشكل مندلعة رقبته من الخلف هالشكل يعني ما إلى رقبته من الخلف وضع مأساوي على كل حال. هذه المرأة توسلت بالعباس زين وما هي إلا سويعات وهي واقفة قدام الضريح وإذا بالطفل استوى صحيحا سالما وعافا. هذا الشيخ إبراهيم قال للعباس قال لي أنا شذي قام قول لي قال لي أنا صار لي شهر وقاعد أتوسل بك وأنشدك وهذه جت ما ساعة واحدة وأنت قضيت لها الحاجة ليش هالشكل يعني؟ لأنه هو طبعا كان إيراني الشيخ إبراهيم. فقال يعني لأن أنا يعني عجمي إيراني وهذه عربية أنت أعطيتها. قام شوية أساء الكلام مع العباس قال لهم أنتم عندكم عنصرية وكذا لا حول ولا قوة. ترى ذولا بعض رجال الدين إذا يطلع من طوره بعد يصير لحم مشكلة. المهم صلى على محمد وآل محمد. الله صلى على محمد وآل محمد. فقام أساء الكلام للعباس وزعل وطلع وراح إلى النجف. راح إلى النجف بعد سبحان الله واحد يصير عنده هالشكل مو مفروض هذا مو صحيح بس بعض الأحيان يبشر طوره. المهم مثل ما قلت لك أمس جاء واحد للإمام الباقر قال لي أنت بقر. لكن الإمام شلون جاوب جواب إلا هو صار بعدين من أصدقاء الإمام. أي فإذا زعل راح إلى أمير المؤمنين قال بعد أنا ما أروح كربلاء ولا أزور العباس وزعل. وتعبان وبقى في الرواق رواق أمير المؤمنين هناك وخدت غفوة. وبعدين ما شاف خادم الشيخ الأنصاري جاي لي فقال لي شيخ إبراهيم هذا استيقظ. قال نعم. قال لك الشيخ الأنصاري يريدك. الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري معروف إلا له كتاب المكاسب والرسائل من علمائنا الأبرار حقيقة. فراح للشيخ إبراهيم الأنصاري سلام عليكم وعليكم السلام. الحين هذا الشيخ إبراهيم يضرب أخماس وأسداس في مخه يقول هذا الخادم شلون عرف اسمي أنا الشيخ إبراهيم؟ أنا جاي من كربلاء ونايم في الرواق عدل. هذا الخادم جاء وقال لي يا شيخ إبراهيم إيش عرفه باسمي؟ هذه فيها سر.
المهم الشيخ مرتضى الأنصاري قاعد وياه قال له يا شيخ إبراهيم هذه صرة لحجك وهذه صرة لبيتك وهذه صرة لزواجك. ومرة ثانية لا تتكلم مع العباس بهاي الطريقة. وذيك المرة اللي عطوها بسرعة لأن ذيك بدوية وبسرعة يبون حاجاتهم، بس أنت عالم وما يليق بالعالم يتكلم مع العباس بهاي الطريقة. بس قضية الحوار هو اللي قضى الحاجة الشيخ مرتضى الأنصاري. بس من اللي حرك الشيخ الأنصاري؟ من اللي ألهم الشيخ الأنصاري؟ هذا العباس اللي له مقام عظيم عند الله. ليش صار له المقام العظيم وسموه باب الحوائج؟ لأنه أبدى مواساة للحسين وأبدى إثارة للحسين. أي وصل إلى الماء وهو بحاجة إلى الماء وهو عطشان، كان كبده تتفتت من الظما. الرواية تقول الإمام الصادق يقول كان كبد عمي العباس تصالية الجمر من الظما، واقترف من الماء غرفة أراد أن يشرب، تذكر عطش الحسين، رمى الماء من يده وقال كيف أشرب وأخي الحسين عطشان. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. هاي المواساة من قبل العباس هي اللي خلت في هالمقام العظيم. اي نعم، يصل الى المشرعة ولا يذوق الماء وهو بحاجة الى الماء. اي إثارة هذا، اي مواساة هذا. اي نعم، ما تحمل العباس عطش الاطفال، هو اصلا طالع لقضية انسانية. لما وصل للمخيم 20 طفل طلعوا في وجه العباس ينادون عماه العطش 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 العطش، فطالع لقضية انسانية العباس. ولهذا لما ملأ القربة وتوجه نحو المخيم شنو قال؟ قال اني انا العباس اغدو بالسقاء. قضية إنسانية يجب، ما للأطفال، هذه قضية إنسانية حقيقة. إني أنا العباس أغدو بالسقاء ولا أهاب الموت يوم الملتقى، إني أنا العباس أغدو بالسقاء ولا أهاب الموت يوم الملتقى، نفسي لنفس الطاهر الطهري وقايا. قال عمر بن سعد إذا وصل المال الحسين أفناكم عن آخركم، اهجموا عليه. فأخذ يقاتلهم قتال من عاف الحياة ولم يرد إلا الممات، لكن لم يستطيعوا أن يواجهوه، فكمل له رجل من وراء نخله اسمه زيد بن الرقاد الجهني، فضربه بالسيف على يمينه فقطعها. أخذ السيف بشماله وهو يقول والله لو قطعتم يميني إني أحامي أبداً عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. أخذ يقاتلهم بشماله، كمل له رجل آخر اسمه حكيم بن الطفيل السنبسي، فضربه بالسيف على شماله فقطعها. وهو يقول يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. بقي العباس بلا يدين واليدان تنزفان دما، بس القربة سالمة، هذا أمله أن يوصل الماء إلى الأطفال. بينما هو على هذه الحالة جاءته السهام كالمطر، سهم أصاب صدره، سهم آخر أصابه في عينه اليمنى،
أصاب القرب فوري قماره عند ذلك يئس العباس. وبينما هو على هذه الحالة جاء له رجل من ورائه فضربه بعمود من حديد على رأسه. رحم الله من نادى وعباس ميس وقف عاف العمار من ساسه رايد مماتا لأغدار نوماسه فرب عمود الضغايا لراسه طاح ندي سيد شباب الجنة وصاح يا خويا ترى عنك ضحيت يا خويا عداك هشم وباشر على الغبرة ضحيت يا خويا بالجرى علي اظنك معلميت يا خويا العن اشتفى مني وتهنيت لما وصل لحسين صوت علينا صال وقف عنده وبجيت عباس عقبك للعمار ما ريده شي يفيدني ومنك قطعت الظن يا قمر هاشم يلتشيع بوصافك يلي منك يفر الخصام لو شافك مفرد يبوف فاضل وقيت خلافك ولمخيمك خيل العديت الدن جاء له الحسين كيف رأى قطيع اليسار واليمين ومخه منثور على الكتفين والسهم نابت في العين قال الآن انكسر ظهري لفاهمني الخيام ليل عال قبل حسين صيح بصوت يا عضيدي وقعيت بعد ما اشوف دربي اضيع العين يا خويا الكون كله بعيني اظلم يا خويا يا كتر طاح الجنود الله يا خويا العلم وين وين جودك يا خويا زماني هل يعودك وشامل اللي تشتت بيك يمتد نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لأولها تتألموا يا الله يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من هو بالمنظر الأعلى يا من يحول بين المرء وقلبه يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد يا سميع يا بصير يا من ليس كمثلي شيء صل على محمد وآل محمد فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا سهل مطالبنا يسر أمورنا اشف مرضانا اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر الزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وإلى أرواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة قبلها الصلاة.